المركزة فكان 517 حالة لأشخاص لم يتلقوا اللقاح نهائيا. نعم. بينما تبقى ما يقارب الثلث من الحالات ما بين 90 حالة تلقوا جرعتين ولكن مضى على الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، وكانت فقط هناك حالتين ممن أخذوا جرعة معززة. لكن دائما تعزى الحالات الحرجة لمن تلقوا مثلا الجرعة المعززة أو جرعتين، أولا انخفاض بنسبة المناعة لمن تلقى جرعتين. الجرعة المعززة تكون أحيانا لأشخاص ذو مناعة منخفضة أو لوجود مثلا عوامل أخرى كالسمنة والضغط والسكر دائما تؤثر على نسبة التشافي في العنايات المركزة، لكن الغالبية يخرج منها بسلام ممن تلقوا الجرعة التعزيزية.